في مبنى الكابيتول في واشنطن أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عام 2014 سنة التحرر. The President of the United States. My fellow Americans. خطاب أوباما السنوي أتى في وقت يواجه فيه أقل نسبة تأييد في الكونغرس منذ تسلمه منصب الرئاسة. أوباما أعلن عن تدابير لدفع الانتعاش الاقتصادي وخفض التفاوت الاجتماعي وفرص الاستثمار والإنتاج الأمريكي، وركز في خطابه حول حالة الاتحاد لهذا العام على الطبقة الوسطى وعلى ضرورة تقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما أكد أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة آخذ بالتحسن. أنتم أيها المواطنون من يضمن قوة حالة الاتحاد، وها هي ثمرات مجهوداتكم: أدنى نسبة بطالة في 5 سنوات، سوق إسكان متقدم، وقطاع صناعي يولد فرص عمل لأول مرة منذ التسعينيات، وارتفاع في الإنتاج النفطي الداخلي، وهي التجربة الأولى منذ 20 عاما، وعجزنا قلص إلى أكثر من النصف، ولأول مرة منذ ما يزيد عن عقد أعلن رجال الأعمال في العالم أن أفضل مكان للاستثمار ليس الصين وإنما أمريكا. في السياسة الخارجية، حذر الرئيس أوباما من أن التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة آخذ بالتطور والانتشار في أماكن عدة من العالم، وطالب بمواصلة التعاون مع من سماهم الشركاء في اليمن والصومال والعراق ومالي لتفكيك الشبكات الإرهابية العاملة في تلك البلدان وتعطيلها. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إنه مصمم على نقض أي مشروع قانون جديد قد يتقدم به الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما تستمر المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي. إن الدبلوماسية الأمريكية المدعوة بالضغط هي ما أوقف تقدم برنامج إيران النووي، وبينما نجتمع الليلة بدأت إيران بالتخلص من مخزون اليورانيوم المخصب، ونحن وحلفاؤنا نفاوض إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي. العقوبات التي فرضناها يسرت هذه الفرصة، لكن إن أرسل لي الكونغرس عقوبات جديدة لفرضها على إيران فسأرفضها، لأن ذلك سيخرج المفاوضات عن مسارها. يجب منح المفاوضات فرصة لتنجح، وإن لم ينتهز قادة إيران هذه الفرصة فسأكون أول من يدعو لفرض عقوبات على هذا البلد. وعبر الرئيس الأمريكي في خطابه عن دعمه لمن وصفهم بالمحتجين المؤيدين للديمقراطية في أوكرانيا، وقال إنه ينبغي منح هؤلاء الحق في تقرير مستقبل بلادهم.